إخواني وأخواتي في كل الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية. المحاضرة النهاردة مهمة جدا 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 علشان استيعاب أمراض العمود الفقري وأمراض المفاصل زي الركبة كمثال يعني. تمام؟ وعلشان الناس يفهموا حلقة مفقودة، دايما المريض مش قادر يستوعبها بتفكيره، يعني بقالنا سنين طويلة يمكن المحاضرة دي تحل مشكلة استيعاب القصة دي. ايه هي الاستيعاب؟ اللي هو يا دكتور هو الحقن والتردد الحراري اللي هو الغير جراحي سواء لمفصل الركبة او للعمود الفقري، هو علاج تمام ولا مسكن؟ تمام؟ فنقول لهم لا ده علاج. يقول لك طب هو في علاج لخشونة الركبة؟ نقول لهم لا مفيش علاج لخشونة الركبة. طب هو في علاج للغضروف او لكده؟ لا مفيش علاج للغضروف. يا دكتور محمد انت عمال تقول مفيش علاج للغضروف تمام ومفيش علاج لتآكل مفصل الركبة ومفيش علاج للفقرات، وبعدين بتقول الحقن والتردد الحراري ده علاج. فالناس مش عارفة تستوعب الكلام. هو المفروض محصلة المحاضرات اللي فاتت كلها ان الناس تكون فهمت الامور دي، لكن ده ما يمنعش ان لما ربنا يمن علينا ان احنا يعني نحاول نلاقي مدخل نفهم بيه الناس ونزود الوعي ان احنا نطرق هذا الباب. طيب تعالوا نتكلم في وده برضو هيحللنا مشكلة كبيرة، ان مريض يقولك ايه انا عندي غضروف وخفيت لما عملت كايروبراكتيك للعضلات، او انا عندي غضروف وخفيت لما طقطقت ظهري. واحد تاني يقول له لا ده انا عندي غضروف وما ارتحتش الا لما خدت علاج الاعصاب. هو الغضروف بيتعالج بالعلاج الطبيعي ولا بيتعالج بالعلاج الاعصاب؟ واحد تاني يقول لهم ده انا عملت حقن وتردد حراري. الله، هو ايه العلاج؟ ايه اللي بيعالج الحاجات دي؟ تمام؟ يعني ان شاء الله تكون المحاضرة دي مدخل لان حضراتكم تفهموا يعني ايه علاج ويعني ايه مسكن ويعني ايه ده ملوش علاج ويعني ايه ده علاج. طيب نمسك الامور واحدة واحدة عشان نبقى فاهمين. احنا دلوقتي عندنا العمود الفقري تمام، اللي بيحس بالألم فيه هو المفصل ده تمام، اسمه الفاسيت جوينت. المفصل ده هو تمام، شايفين المفصل ده مفصل وفوقيه مفصل وفوقيه مفصل، مفاصل كده بس ده مفصل كمثال. طيب اهو ماشي اهو. طب المفصل ده يعمل وجع فين؟ يعمل وجع في اسفل الظهر. طيب ايه تاني بيحس بالوجع؟ نمرة اتنين الاعصاب دي، العصب ده والعصب ده والعصب ده، دي بتحس بالوجع فين؟ بتحس بالوجع في الرجلين، تعمل تنميل وشكشكة وحرقان في الرجلين. خلاص دول الحاجتين اللي بيوجعوا. الحاجة التالتة بتاعتهم الشد العضلي. تمام؟ يبقى احنا عندنا تلات مصادر للألم، يا إما جاي من العضلات، يا إما جاي من الأعصاب دي، يا إما جاي من المفاصل دي. تمام كده تلات حاجات اهو. طيب الفقرات بتاعت الرقبة ايه اللي بيوجع فيها مصدر الألم؟ يا إما الأعصاب اللي لونها أصفر دي، شايفين الأعصاب دي؟ تمام؟ ودي تعمل تنميل وحرقان في الدراع وكده، يا إما في المفاصل دي، شايفين المفصل ده والمفصل ده والمفصل ده، ودي مفاصل لما يجي لها خشونة أو تآكل توجع في الرقبة. والتالتة بتاعتهم العضلات، الحاجة التالتة العضلات. يبقى احنا عندنا دول التلات حاجات اللي بيوجعوا في الفقرات، المفاصل، مفاصل الفقرات، جذور الأعصاب، العضلات. حلو جدا. طيب خلينا ماشيين واحدة واحدة. دلوقتي في الركبة ايه اللي بيوجع في الركبة؟ على فكرة ايه الركبة؟ الركبة فيها غضروف هلالي اللي هو ده، اللي هو اهو ده، معرفش باين ولا لا، اهو ده بيفصل العظمة دي عن العظمة دي، وده الرباط الصليبي تمام، وده الغضروف الضام الداخلي والخارجي. المهم خلينا هنا ايه اللي بيحس بالوجع؟ هنا ايه اللي يحس بالوجع؟ لا الغضروف ده يحس بالوجع ولا الرباط ده، اللي بيحس بالوجع العظم ده. تمام؟ يبقى العظم ده بيوجع تمام، هو ده مصدر الوجع كده كويس، لا الغضروف بيتوجع ولا ده. امال ايه بقى اللي بيوجع؟ خلاص احنا فهمنا كده، انا ماشي معاكم واحده واحده كاننا في المدرسه. طب تعالى بقى عشان نفهم القصه دي. دلوقتي احنا عندنا لو احنا
حصل انزلاق غضروفي زي الغضروف اللي لونه أحمر ده اللي طلع لمس العصب، شايفينه أهو الغضروف ده. طيب هيحصل إيه؟ هيبتدي يعمل التهاب في العصب ده فيسمع في الرجل، أو يعمل الحاجة التانية اللي بتوجع إن هو يعمل خشونة وتآكل في المفصل ده، أو إن هو يعمل شد في العضلات. يعني الغضروف ده يا إما هيلهب العصب فيسمع في رجلك، يا إما هيعمل خشونة في المفصل فيوجع ظهرك، يا يعمل شد عضلي في ظهرك. طيب ده لو في انزلاق غضروفي، أو يعمل واحدة منهم، أو يعمل التلاتة مع بعض، أو يعمل اتنين منهم، يبقى ظهرك بيوجعك وبيسمع في رجليك، يبقى المفصل بتاع ظهرك والعضلات ويسمع في رجليك، يبقى خد معاه العصب التلاتة، أو بيوجع ظهرك بس يبقى عمل المفصل ده وعمل العضلات، ما جابش معاه العصب، يبقى دول التلات حاجات. طيب ده لو حصل انزلاق غضروفي. طب لو حصل تزحزح في الفقرات، نفس الحكاية، هيعمل التهاب في العصب، أو هيعمل خشونة في المفصل، أو هيعمل شد عضلي. الله، ده نفس التلات حاجات. نفس التلات حاجات. طب لو عملت عملية وفشلت يا دكتور، هيرجع الغضروف، يا يعمل ده يا يعمل ده، يا يعمل شد عضلي، يا يعمل التلاتة، يا يعمل اتنين من التلاتة. طب لو حصل تليفات بعد الجراحة، يا يعمل خشونة، يا يعمل التهاب في الأعصاب، يا يعمل الكلام ده. الله، طب ولو في مسمار مسامير في ظهري عملت التهاب، يا هتعمل خشونة، يا هتعمل التهاب في الأعصاب، يا هتعمل حاجة من التلاتة أو تعمل التلاتة. طب تليفات والتصاقات، نفس الكلام. طيب نيجي برضو الفقرات العنقية، نفس الحكاية، جالك فقرة متحركة، جالك غضروف، جالك، يا هيعمل المفصل، يا هيعمل العصب، يا هيعمل الشد العضلي. طب خلاص كده؟ يعني يا دكتور كل الأمراض بتاعت عايزين نفهم الحتة دي، إن سواء عندك فقرة متحركة، سواء عندك غضروف، غضروفين، تلات غضاريف في رقبتك، في ظهرك، كلهم مصدر الألم بتاعهم يا العصب، يا المفصل، يا إيه، يا العضلات. خلاص فهمنا دي، فهمناها. يبقى أنت لما تيجي تقول لي أنا عندي تزحزح في الفقرات وتوريني الإشاعة، أنا ما فهمتش برضو إيه اللي تعبك. تخيل اللي تعبك إيه يا عم، المفصل ولا العصب ولا العضلات؟ يا دكتور أنا عندي عملت عملية، وبص خد الأشعاعات، أشعاعات كل يوم عمالة تجيلي. طب أنا لما أشوف الإشاعة دي، الله، الراجل ده عنده غضروف بين الفقرة الرابعة والخامسة. طب ده علاجه إيه؟ معرفش، لازم أعرف الأول هو جه في العصب ولا في الفقرة، ولا قصدي في المفصل ولا العضلات. فهمتوا الفكرة عاملة إزاي؟ فأنت لما بتبعت لي الإشاعة والله ما بعرف آخد قرار. تمام، ما بعرفش آخد قرار. طيب نيجي نطبق الكلام ده على الركبة، إحنا قلنا إيه في الركبة؟ لا الغضروف ده بيوجع ولا الرباط ده بيوجع، العظم هو اللي بيوجع. يبقى إذن لو الغضروف ده اتاكل مش هيوجعك إلا لو العظم اتعور. طب لو الغضروف اتقطع مش هيوجعك إلا لو العظم اتعور. طب الرباط الصليبي مقطوع مش هيوجعك إلا لو العظم اتعور. يبقى احنا في النهاية خالص المصدر بتاعنا ايه؟ هو مصدر الألم هو العظم ده، مش الحاجات اللي بين. طيب خلاص كده فهمنا لغاية دلوقتي. واحدة واحدة بقى نيجي للحاجة اللي بتجننكم، اللي بتجننكم، اللي هي ايه بقى؟ طب يا دكتور هو الحقن والتردد الحراري علاج؟ علاج. علاج لإيه؟ علاج للعصب وللمفصل وللعضلات، او العضلات يعني نعمل لها تدليك وحاجات زي كده. يبقى التردد الحراري والحقن علاج يا ناس، علاج لالتهاب الأعصاب وللمفصل ده. يعني المفصل ده نحقنه معاملات نمو عشان تبني الغضاريف ونعمل له تردد حراري، والعصب نحقنه هياليز ونعمل تردد حراري. علاج؟ علاج. الله، طب ما انت ما عالجتش الغضروف، انا مالي، انا مش هعرف اعالج الغضروف. ده اللي انا بقول لك عليه، انه مالوش علاج. الغضروف مالوش علاج، تشيله بجراحه يرجع تاني. امال ايه اللي ليه علاج؟ المفصل والعصب والعضلات. تمام، فانتم مش فاهمين. لكن هتقولي طب الخشونه بتاعت الركبه دي ليها علاج او تاكل؟ لا ملوش علاج. امال انت بتعمل ايه يا دكتور؟ انا بعالج التهاب العظم. بتعالج له ازاي؟ بحقن له جيلاتين علشان يفصل العظم عن بعضه فالعظم يخف، بحقن معاملات نمو علشان لو الحاجات بتاعت ربنا ناويه
تنمو تساعدها ان هي تنمو، الغضاريف والاربطه اللي هي عملة العظم، والتردد الحراري عشان العظم، الاعصاب اللي بتغذي العظم، انا كل شغلي على العظم. فانت لما تيجي تقول لي الحقن بتاع الركبه والتردد الحراري ده علاج، ايوه يا سيدي ده علاج للعظم، مش علاج للخشونه ومش علاج للموقف ده، لان دي حاجات مزمنه مش هتخف، مش هتخف. فهمتوا؟ فهمتوا؟ احنا بنعالج التهاب الاعصاب اللي هو بيجي في كل امراض العمود الفقري، لكن مش هنعالج امراض العمود الفقري، بنعالج مفاصل الفقرات اللي هي مصدر الم في كل ايه حاجات بتاعت العمود الفقري. لكن ده علاج، مش انا بعد ما بعالج العصب العصب بيخف، يبقى انا عالجت العصب، انا ماليش دعوه بقى ان السبب اللي عمل التهاب العصب لسه موجود لاني مش هقدر اعالجه لك. فانت عمال بتدور في الاوهام. يعني واحد يقول لك ايه، لو انت عملت لي تردد حراري للفقرات والاعصاب وحقنا معاملات نمو هيرجع تاني؟ الله اعلم، ممكن بعد ما كان عندك غضروف الفقره هي اللي تتحرك، انا مالي، هيرجع تاني، هيرجع تاني وانا هعالجه تاني، تمام. فانت انت عايز علاج نهائي لايه؟ للسبب؟ لا يا حبيبي، الحاجات دي مزمنه ما بتخفش. اللي اقدر اعالجه ان انا اعالج المفصل وعالج العصب، اعالجه علاج، اعالجه، اسيبه سليم، اسيبه خف، او ربنا ما يريدش ما يجيبش نتيجه، لكن علاج. فاهم قصدي ازاي؟ ده علاج. الحقن الجيلاتيني ومعاملات النمو والتردد ده علاج عشان اعالج الايه العظم ده. فانت هتقول لي طب ما انا هعالج العظم، ما الغضاريف متاكله ما هيرجع تاني. والله انت وشطارتك ترجعه تاني او ما ترجعوش تاني، لكن ما تطلبش مني ان انا اخلق خلق ربنا احطه في ركبتك. فاهم قصدي ده؟ ما تطلبش مني ان الغضروف ده انا ازقه جوه. ودي الغلطه اللي بتحصل في الجراحه، ان انت بتفكر انا عايز اعالج ما وراء الاحداث، فتلاقي نفسك وقعت في الاحداث. هو انت لما تشيل الغضروف ده في احتمال ان العصب ده يرتاح، طب لما يرجع الغضروف ده، طب انت لما تشيل الغضروف ده هل هتعالج الخشونه؟ مستحيل. دي بقى يعني انت بقى ايه اللي يقول لك لا، ما هو فهو كل واحد تفكيره ايه، اللي تعبني هو الغضروف ده، اللي تعبني الفقره المتحركه. لا، لا الغضروف اللي تعبك ولا الفقره، انت اللي تعبك التهاب العصب والفقره. والفكره بتاعت ايه، طب ما انا لما اتعالج واعمل حقن وتردد، طب ما الفقره متحركه او الغضروف متحرك يمكن يرجع تاني، يبقى ما تتعالجش قولا واحدا، ما تتعالجش. يا اما هتقع في ايد واحد يضحك عليك يقول لك انا هشيل الغضروف فترتاح. لا يا حبيبي، انت لازم عشان انا ارتاح تعالج العصب وتعالج المفصل، تمام. عايز تشيل الغضروف ما تشيلش الغضروف، دي حاجه بقى ترجع لك، لكن اعمل حسابك انه لما يتشال هيرجع تاني، تمام. طب امتى اشيل الغضروف؟ لو الغضروف ده عمل شلل جاي على النخاع الشوكي مش جاي على المفصل والعصب، ساعتها لازم تعمل جراحه. لازم، انا كمان اقول لك اعمل جراحه. طب الفقره المتحركه ماشي، عايز تثبتها ثبتها، بس انت ما عالجتش المفصل والعصب، فانت هتفضل متالم. عشان كده يقول لك ايه، وعملت عمليه وما جابتش نتيجه. لا يا حبيبي، انت متفق على العمليه انك ثبت لي يا دكتور المفصل، ثبت لي الفقره، اتفقت مع انه يعالج العصب او يعالج البتاع، ما اتفقتش معايا، يبقى انت اللي عامل كده في نفسك، لانك مقتنع اقتناع تام ان الفقره هي السبب، وهي اللي لما تتثبت هيروح الوجع، او الغضروف لما يتشال هيروح الوجع. طيب مين اللي اقنعك؟ الزمن. الزمن، فاهم قصدي ازاي؟ الفكر، المجتمع هو اللي دخل في دماغ الناس كده، وبما ان اللي دخل في دماغ الناس غلط بيستفيد بيه ناس معينه، مش هيخرجه من دماغك، مش هيطلعه من دماغك ابدا. خليك بحالك كده، خليك تهيم، تمام. هل هو مذنب ولا مش مذنب؟ ما هو ما تزعلش مني، طب ما انا بفهمك بقالي 22 سنه، فهمت القصه دي ولا فهمت حاجه؟ لسه الناس عماله تقول لك طب ما انت بتعالج العصب والمفصل وسايب الغضروف، اصل انت ما ثبتتش الفقره وبتعالج العصب، اصل انت حقنت جيلاتين بس ما عالجتش الخشونه، اصل انت تمام. ليه انا بتريق كده؟ لاني فهم اللي انا بقوله لكم ده بقالي 22 سنه بقوله، وبرضه هيطلع واحد بكره ولا بعده، فانت ما تقوليش. الناس برضه افهموني، احنا اخوات وبقالنا عشرة. انا اعتقد ان الناس اللي بتشوف المحاضرات بتاعتي بقوا اخواتي عشرة، يعني احنا بقينا عشرة. حتى لما بشوفهم في العيادة والله بحس ان انا اعرفهم، مش بس هم اللي يعرفوني. المشكلة
مش ان انك ما بتفهمش الناس، المشكلة انك بتفهم الناس والناس عاملة حاجز، انا مش هفهم، انا مش هفهم، ما تحاولش تفهمني يا دكتور، ما تحاولش تفهمني، لا لا لا، اوعى اوعى يا دكتور، لا لا، انا لو فهمت اموت، ده اللي انا بحسه، تمام. وبطلت ارد على الناس في تعليقات، الناس بتتفلسف فلسفة مستحيل هيفهم في حياته، لانه هو عقله اساسا متبرمج على انه ما يفهمش، تمام. ايه ايه الفلسفه اللي هو ايه الفلسفه اللي واحد بقول له ايه، اصل احنا هنعالج التهاب العصب وهنعمل كده، ممكن يقول لي انا ما فهمتش يا دكتور، ممكن يستخدم اللفظ ده، انا ما فهمتش. بقول له طب شوف الفيديوهات الفلانيه، بنتكلم بود، تلاقي لك ايه يا دكتور ردك ما اقنعنيش. طب انا بقى ناقص قله ادب يعني، انا ردك ما اقنع، طب انا هعمل لك، اذا كنت انا يعني مذاكر والله وكل حاجه وردي ما اقنعكش، العيب فيا ولا في حضرتك؟ فاهم قصدي؟ يعني حتى انت ما بتستخدمش الفاظ يعني ما اقنعنيش. قلت له ايه اللي ما اقنعكش؟ لا، ما هو كله على بعضه كلامك كده ما اقنعنيش، اديني كلام تاني. طب يا رب بقى الفيديو ده يكون هو الكلام التاني، او المحاضره دي تكون هي الكلام التاني. اتمنى لو نعلق، يا ريت تكتبوا تعليقات وتقولوا لي، اللي فهم يقول انا فهمت، واللي ما فهمش مش عيب، احاول افكر في طريقه تانيه افهمكوا بيها، ده مش عيب. المهم ان الشخص يقول انا ما فهمتش، مش يقل ادبه، مش يناقشني انا ما اقنعتنيش، اصل ما يتكلمش كده يعني. خلي الود بينا، عشان انا نفسي يبقى عندي مساحه من التعاطف، ان انا عايز ادي، عايز اوعي، عايز اعلم، مش اللي انا بنصحهم وبعلمهم يعني يصدوا صدود غريب كده. أنا مش نبي، اللي ممكن يتحمل المعاملة دي هم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الناس كانت تسئله وهو يدعي لهم، الناس كانت تضايقه وهو ده نبي. أنا مش هقدر أبقى كده مهما حاولت، مش هقدر أبقى كده. إذا أسيء يعني، لما أنت تحسن إلى الناس فيسيئوا إليك، لازم طبعا في غضاضة في القلب يعني، مش لأن أنا مش نبي، صعب صعب علي قوي يعني، فاهمني؟ فيا إما تفهم، يا إما تغادر الصفحه ما دام انا مش بقنعك، او تمشي من القناه من غير ما نقول كلام مش كويس. انا اكتشفت كمان ان الناس بتقول كلام جارح جدا وهو مش قصده، ما بيفهمش الكلام يعني. في ودي مشكله الاب والام اللي ربوا الناس يعني. انت بيبقى قدامك واحد عنده 60 سنه يعني، الزمن بقى رباه، طيب بيقول لك اللي ابوه وامه ما ربوهوش الزمن يربيه، وتلاقي الراجل ده بيقول كلام لا الزمن رباه ولا امه وابوه، فاهمين؟ فالمفروض ان الامهات والأبهات يعني يفهموا الناس، أو كانوا بقى يفهموا الناس إن الكلمة دي عيب، والكلمة دي غلط، والكلمة دي لما أنت تسأل حد يعني، فاهم قصدي؟ هو أنت كذا، أنت عملت كذا، بس هو السؤال بسأل، ما هو السؤال ده بينم عن ثقافتك وتربيتك وتعليمك وأدبك ودينك وأخلاقك. الكلمة بتطلع من الشخص، بعرف سبحان الله يعني، هو ربنا سبحانه وتعالى من كتر المعاملة مع الناس بشوف الشخص قدامي باخد عنه انطباع، 60% بيطلع صح، 40% بيطلع غلط. لما بيفتح بقه ويتكلم بتبقى أول جملة بتقدر تحدد مين الشخص اللي قدامك ده، اهرب منه، ما تعملوش حاجة، ما تتعاملش معاه، ما تتكلمش معاه، لا ده راجل محترم، ده راجل بيفهم، ده راجل بيسأل، لأنه أسئلة بيفهم، هيوصل للحقيقة فتساعده، وده بيسأل لأنه هو بيتصفصف، بيتبرمج، بيتغر يعني. انا احنا كده نص الفيديو ده ولا الربع الاخراني ده كان تضيع للوقت، معلش سامحوني. اتمنى يكون المحاضره افادتكم. سبحانك اللهم، اكتبوا في التعليقات اذا كنتوا فهمتوا او لسه محتاجين شرح بطريقه تانية يعني، وربنا بقى مش عارف بقى يمن عليا بعد كام سنه بطريقه تانية غير دي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخواني وأخواتي في كل الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أحييكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية. الفيديو ده أو المحاضرة دي تعقيبا على المحاضرة بتاعت امبارح، اللي هي إيه عنوان المحاضرة بتاعت امبارح؟ اللي هي أهم فيديو على الإطلاق عشان مريض العمود الفقري يفهم، ومريض الركبة والمفاصل يفهم إزاي بنعالجه بدون جراحة، وبنبقى بنعالج السبب وليس الأعراض. معظم الناس، أنا طلبت في التعليقات إن الناس تقول هي فهمت ولا لسه، ومعظم الناس فهمت، بس أنا نزل عليا كالصاعقة بعض المرضى اللي بعد ما شرحنا كل ده يقول لك آه يا دكتور أنا فهمت، أنت بتعالج الأعراض
لكن ما بتعالجش المرض الأساسي. يعني كأنه يعني أقول إيه، بس كأن صاعقة نزلت من السماء. يعني أنا مش عارف أفهم الناس إزاي بالطريقة تاني، لكن تعقيبا يعني أنا هخليني معاكم للآخر، يا رب أنا اللي مخي ما يقفش، يعني يا رب أنا اللي مخي ما 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 بدل ما أنا أفهمكم أنتوا تخلوا دماغي ترجع لورا. يعني ما هو الفيديو معمول والمحاضرة معمولة عشان أنت تفهم إن إحنا بنعالج السبب مش بنعالج العرض. فهمني يعني، أنت بعد ما أنا أشرح كل ده تقوم أنت تفهم كده؟ تمام. فأنت رجعتنا لنقطة الصفر وأصبتني بإحباط شديد، والحمد لله أن عددكم مش كبير. طيب عشان نفهم، مش عارف أعمل إيه، أنا مش عارف أعمل إيه، لكن مش قادر أمسك نفسي بصراحة بالشكل اللي أنا شفته. سيدي الفاضل، السبب اللي احنا بنعالجه هو التهاب الأعصاب والتهاب المفصل تمام كده، مفاصل الفقرات، هو ده السبب، هو ده المرض تمام. وفي الركبة بنعالج التهاب العظم، فبنعالج الالتهاب بتاع الأعصاب بالحقن والتردد الحراري، حقن الهياليز والتردد الحراري، وبنعالج الالتهاب بتاع المفصل بحقن معاملات النمو والتردد الحراري، وبنعالج التهاب العظم بتاع الركبة بحقن معاملات النمو ومادة الهيليورونيك الجيلاتينية والتردد الحراري. هو ده السبب اللي احنا بنعالجه، تمام؟ هتقوم انت تقول لي لا يا دكتور، ده السبب من وراء ان في انزلاق غضروفي. ما هو الانزلاق الغضروفي ده بقى خلاص مش مرض، ومش ده السبب، ده هو ده اصبح الشكل الجديد لعمودك الفقري. فهمتني؟ يعني انت عمودك الفقري بقى هو كده مش مرض، تمام؟ طب ده انا عندي تزحزح فقاري. ما هو مش ده المرض، تمام؟ انت عمودك الفقري بقى كده، بقى في فقره متحركه، مش هتشيل الغضروف ولا تثبت الفقره، تمام، الا لو عملت شلل، تمام. لما تقولي انا عندي تليفات والتصاقات، مش ده السبب، انت عمودك الفقري بقى هو خلاص بتليفاته كده الى الابد، بغضاريفه المنزلقه، بفقراته المتحركه، تمام. ما تقوليش بقى في الركبه ده السبب ان انا عندي خشونه او ان انا اتاكل الغضروف، ما هي الخشونه والتاكل بتاع الغضروف ده بقى هو ده شكل ركبتك، مش ده المرض. انت خلاص يا حبيبي بقيت كده، ركبتك بقت متاكل فيها غضروف، بقى مقطوع لها بتاع، هو ده بقى، ده دي ركبتك الطبيعيه اللي لازم تعيش بيها، ده دي فقراتك الطبيعيه اللي لازم تعيش بيها، مش ده المرض. خلاص المرض بقى اللي احنا بنعالجه ان انت نتج عن شكل عمودك الفقري اللي هو الطبيعي بالنسبة لك، عمودك الفقري كده بقى ده الطبيعي، نتج عنه التهاب في العصب، بنعالجه بالحقن والترد، التهاب في الفقرات عامل. امال ايه الاعراض؟ الاعراض هي الالم يا جماعة، مش كل حاجة ناتجة اسمها اعراض. الاعراض دي يعني اللي المريض بيحس بيه. يبقى المرض اللي عندك التهاب الاعصاب والتهاب الفقرات، المفاصل الفقرات، والتهاب العظم بتاع الركبة، علاجه الحقن والتردد الحراري. فهمتوا؟ ده مرض وده علاج. امال ايه بقى موضوع الغضروف وايه موضوع تاكل الغضاريف والسوافان والكلام ده؟ الطبيعي بتاعك، ده مش مرض، ده الطبيعي بتاعك. فهمت بقى اللي انت عايز تحله ومش هتعرف تحله؟ يعني انت بقى عندك غضروف هتعيش عندك غضروف، انا عندي غضروف هعيش عندي انزلاق غضروفي، فقرتي متحركه هعيش فقرتي متحركه. لو حاولت تصلح الطبيعي بتاعك تدخل في مشاكل تانية، تمام، وما تحاولش تصلح الطبيعي بتاع حضرتك ده بالجراحه الا لو في شلل. فهمتوا بقى ولا ايه الموضوع بالظبط؟ يعني مش شيء محبط، يعني مش ممكن، اصل احنا معظم الناس حتى لو مش متعلمين دماغهم، يعني الموضوع بسيط جدا. سبحانك اللهم وبحمدك. الاول ان شاء الله يعني شوفوا المحاضره الثانيه الاول وبعدين شوفوا المحاضره دي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخواني وأخواتي في كل الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أحييكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية. ما زلنا في سلسلة محاضرات مهمة جدا 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 لمريض الانزلاق الغضروفي والركبة لفهم طبيعة المرض اللي موجود عنده. طيب احنا دلوقتي عندنا زي ما احنا قلنا في المحاضرة اللي فاتت، وياريت نرجع للمحاضرة بحيث ان احنا ما يفوتناش اي حاجة، لان ده شيء مهم جدا، تمام، مهم، سلسلة المحاضرات دي مهمة جدا. وقلنا ان المشكلة، المرض اللي موجود عندك هو التهاب الاعصاب في العمود الفقري، سواء عندك تزحزح اللي بيوجعك هو التهاب الاعصاب والعضلات والمفصل بتاع الفقرات.
عندك تزحزح اللي بيوجعك هو التهاب الأعصاب، المفاصل بتاعة الفقرات والعضلات. عندك تليفات والتصاقات وغضروف رجع بعد الجراحة، اللي بيوجعك هو التهاب الأعصاب والتهاب مفصل الفاسد اللي هو بتاع مفاصل الفقرات والعضلات. أنا بقول بسرعة عشان الناس اللي مش متابعة. يبقى المرض اللي عندك هو التهاب الأعصاب، تمام، والتهاب المفصل اللي احنا بنعمل لهم حقن وتردد حراري. هتقول لي لا يا دكتور، ده المرض هو التزحزح، ده انا المرض اللي عندي انزلاق غضروفي، انا المرض اللي عندي تزحزح في الفقرات، انا المرض اللي عندي تليفات والتصاقات. لا، مش ده المرض اللي عندك، تمام. طيب هقول لك ده ايه. بالنسبه للركبه قلنا ان اللي بيألم في الركبه هو ان العظم بيتاكل او العظم بيلتهب بيعمل الم. طب يبقى هو ده اللي بيوجع، سواء الغضروف التاكل يبقى العظم هو برضو اللي حصل له التهاب، وده المرض اللي عندك التهاب العظم هو اللي بيوجعك، واحنا بنعمل له حقن وتردد حراري وحقن جيلاتيني وحقن معاملات نمو. طيب يا دكتور، ده انا عندي قطع في الرباط الصليبي، اللي بيوجعك هو التهاب العظم، لان لما الرباط الصليبي اتقطع العظم حك ببعضه فعمل الم. يا دكتور، ده انا عندي الغضروف الهلالي، يبقى برضو المرض اللي عندك هو تاكل العظم علشان حصل احتكاك في العظم. ده عندي مش عارف التهاب الغشاء الخزعبلي، برضو اللي بيوجعك هو التهاب العظم. فانت المرض اللي عندك هو التهاب العظم، اللي هو احنا بنحاول نعمل له، هو ده اللي بيوجعك، ده المرض اللي احنا بنحاول نعالجه، ان احنا نعمل لك حقن بمعاملات النمو عشان العظم يلتئم تاني، واذا كان في غضروف ناوي يلتئم برضو عشان ما تزعلش من الموضوع ده. الناس بتحب قوي موضوع الغضاريف اللي بتتبني ده، تمام، وعلشان نحقن الماده الجيلاتينيه عشان تفصل العظم عن بعضه فيبتدي العظم يلتئم ويخف. ده كل ده علاج لالتهاب العظم، مش علاج للخشونه بقى. فانت ما تقوليش يا دكتور لا المرض اللي عندي قطع في الغضروف، لا المرض اللي عندك مش قطع في الغضروف، ده التهاب في العظم هو ده اللي بيوجعك، ده المرض. الله يا دكتور، ده انا قالوا لي قطع في الرباط الصليبي، هو ده المرض. لا، انت المرض اللي عندك التهاب العظم، عشان كده احنا بنعالجه. عشان كده المشكله كلها بتنتج في ايه؟ ان المريض ما دام فاكر ان الانزلاق الغضروفي ده مرض، والتزحزح الفقاري مرض، والكلام ده المرض، فهو عايز يعالج المرض ده. ده ما بيتعالجش، اللي بيتعالج هو المرض اللي هو التهاب الاعصاب وكده. امال دول نسميهم ايه؟ دول هنسميهم ان العمود الفقري بتاعك بقى هو طبيعته كده، بقى هو طبيعته ان هو فيه انزلاق، وعيش بيه يا دكتور وتعيش بيه. كلنا عندنا انزلاق. هكررها تاني، 95% من الناس، تمام، اللي هم عايشين على وجه الدنيا لو عملت لهم رنين مغناطيسي 95% تلاقي عنده يا اما انزلاق غضروفي، يا اما خشونه في مفاصل الفقرات، يا اما تزحزح فقاري، يا اما اي حاجه من دي، تمام. طب ما هو مش حاسس بوجع، ايوه، ولا ان ما هو معيش، ما جالوش المرض. ايه هو المرض؟ التهاب الاعصاب والتهاب المفاصل. لو عملت للناس رنين مغناطيسي على الركبه هتلاقي واحد عنده الغضروف مقطوع، واحد عنده الغضروف متاكل، واحد عنده قطع في الرباط الصليبي. طب يا دكتور ده ما عندوش وجع، ايوه، لان هو مش عيان، هو اصبح الطبيعي بتاعه العمود الفقري بتاعه طبيعي بتاعه ان عنده غضروف وعنده لما يعيا يجي له بقى الالتهاب بتاع الاعصاب وكده، اللي هو نعالجه بالحقن والتردد الحراري. طب بالنسبه للركبه، تمام، هو الطبيعي بتاعه انك تعمل له رنين تلاقي قطع في الغضروف. طب هو مش حاسس بالوجع، ايوه، لان العظم ما احتكش ببعضه، ربنا سترها معاه، الغضروف اتقطع والعظم ما التهبش، ده اتعمل والعظم ما التهبش. المرض اللي عندك، المرض اللي عندك هو التهاب الاعصاب والتهاب مفصل المفاصل الفقرات، نعالجهم بالحقن والتردد الحراري وحقن معاملات النمو. اللي المرض اللي عندك في ركبتك هو التهاب لكل الناس، قال كل الناس. طب القطع اللي نتج عنه ده مش مرض، ده الطبيعي بتاع ركبه حضرتك. اتعاملوا مع الحاجات اللي انتوا فاكرينها امراض على ان ده الطبيعي بتاعك. طب امتى غير الطبيعي ده؟ لو حصل شلل. هستنى ما يحصل شلل، الكلمه السخيفه جدا، هستنى ما يحصل شلل. ما هو الشلل مش هيجي لك، مش هتصحى من النوم تلاقي نفسك اتشليت، هيبقى في بوادر الاول، لو حصلت يبقى اعمل جراحه يا سيدي، تمام. لكن خد بالك انك مش بتعمل جراحه الغضروف او بتعمل ده علشان تضيع المرض، انت كده ما اتعالجتش، هيفضل العصب ملتهب ويفضل مفصل الفقرات ملتهب. لو عملت عمليه في ركبتك هيفضل الالم موجود لان العظم برضه ما زال ملتهب. علاج الحاجات دي اللي بتوجعك هو الحقن والتردد الحراري، لكن الجراحه هي علاج للشلل وعدم القدره على الحركه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.